شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى بمطار العالمين الدولي. وتفقد السيد الرئيس أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، كما توسط سيادته صورة تذكارية مع المشاركين في المعرض. هذا ويقام المعرض تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، تمثل أكثر من 100 دولة، إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء.